قول لي يعني مين مسك الاعلى؟ كابتن غنام وكابتن هاب الالفي. كابتن نبيل هاب الالفي. كابتن هاب الالفي يا راجل، انت حضرت كابتن هاب الالفي؟ طبعا شفته بيلعب. بشوف ماتشات ليه صغير الراجل، لحد يشوفه ده هاب الالفي سني يعني راجل بطل. لا بشوف فيديوهات ليه يعني. شفت له فيديوهات يعني انت بتحب كده من كلامك ده، بس الاثنين عكس بعض يعني. هو طبعا طارق غنام قوي في الحلقه، وكابتن هاب الالفي يعني شوطه من بره وكده. بتشوط تمام يعني نفسي صراحه. بس مفيش كلام ده، انا بتمنى اشوط يعني، انا حاسس اني بعرف اشوط تمام. لا ان شاء الله تشوط وتجيب وتطلع درجه اولى وتتالق يعني ما شاء الله عليك. اجي لك يا كريم، يمكن انت ما شاء الله السنه دي سنه سعيده عليك. ما شاء الله، يا ربنا يا رب يحفظك ويحفظ كل اللي زيك. حاجه يعني جميله، ادب وخلق ولعب وكل شيء. لما استدعيت من قبل الاتحاد للمنتخب، صدقت ولا استوعبت ولا كانت صدمه؟ بصراحه طبعا كانت صدمه كبيره يعني، ولا في الحسبان كده قاعد لقيت فاكس جاي. فاكس بقى المكتوب في الفاكس ايه؟ كنت انا برضو، كنت انا وعمرو زهران، وكان معايا محمود وليد، وكان معايا عبد الله نصر. عبد الله نصر بس لاعب المنتخب الكبير، الاولمبي بقى اللي هو ايه، المهارات. المهارات بس ده الاولمبي. بس الاول انتشر على السوشيال ميديا ان انت داخل معسكر المنتخب الكبير. بعد كده صححوا مع الخبر بقى. بس ايا كان ما شاء الله عليك 18 سنه كاصغر واحد كمان. يعني حاجه خلي بالك، بوينت جارد المركز ده مش دايما بيخشوا صغيرين. صح. يعني يقول لك استوي الاول. بس انت بيميزك حاجه كريم بصراحه، بوينت جارد طويل، عينك فوق، سريع، بتشوط، يعني ما شاء الله عندك يعني مجموعه مهارات. طب استفدت ايه لما رحت اجمعت المنتخب دي؟ والله الاستفاده طبعا كانت حلوه طبعا، حتى سنيه كمان بلعب مع لعيبه كلهم اكبر مني يعني طبعاً. انا اصغر ولي اصغر واحد خالص فيهم. استفدت كتير بقى، ان مثلا الخبرات طبعا بتاعت لعيبه كبيره، ان انا يبقى دايما كورتي مرفوعه طبعا، اي ريباوند اي اوتلت باخدها لازم طبعا ببقى قاري الملعب من اول واحد. اهم حاجه الفاست بريك طبعا، ما يوقفش خالص، نعدي الملعب اسرع حاجه. طب البادي كونتاكت والالتحامات؟ ده طبعًا. لازم ده قبل اي حاجه. انا عايز اقول لك يعني احنا ما شاء الله رحنا 7 رجع 4 مصابين. يعني ما شاء الله راح المنتخب، رجع عندنا عمر عزم مصاب، وسيف سمير، وعبد الله ناصر، ورجع لنا عمر طارق. فواضح ان التمرينه كانت بتبقى اسيا. انا كابتن روي بصراحه رهيب في التمارين، يعني تمرينه بجد. طب خليني اقول ان اللي عرفك بالناس هي فرقتك. 18 سنه الفرقه اللي انت معاهم وهم معاك وانت واحد منهم، هم اللي عرفوك وانت تألقت معاهم. يعني انت ما شفتش غير في فرقتك، يعني ما طلعتش درجه اولى. طب قول لي يعني انت يعني بتحب ايه فرقتك؟ شايف ايه فرقتك مش موجود في اي فرقه؟ اهم حاجه في فرقتي بصراحه بحس ان هي ميزانه دايما عن اي فرقه، ان احنا الحب اول حاجه، ان احنا كلنا قلبنا على بعض. اي حاجه الروح كمان بينا وبين بعضنا، كلنا عايزين، مش فارق مين يلعب بالاول، مين يبتدي، مين يطلع، الكلام ده كله مش فارق. اهم حاجه طبعا الروح بقى والقلب، وكمان الرغبه في المكسب. نعم. يعني احنا من غير الرغبه ومن غير حبنا على بعض ومن غير الروح الحلوه اللي كانت بين اللعيبه، كناش طبعا هنحقق اي حاجه. اللي عاجبني يا كريم انت ما اتكلمتش عن فنيات. نعم يعني الفنيات دي هتيجي اخر حاجه. اخر يعني حاجه بعد يعني بعد اتكلم دول. اتكلم عن حبكم مع بعض، اتكلم عن الروح، ودي اللي عملت الفرق في الجيل بتاعكم. يعني ما شاء الله، يعني انت بتتكلم على عامل هو الاساس. لو انت ما فيش روح، ما فيش حب، مش هتتقبل اللي حواليك. اكيد. فيمكن ده هو اللي ميزكوا بشكل. طب قول لي يعني نفسك تلعب مع الدرجه الاولى؟ والله يعني انا كمان اتصعدت، لعبت معاهم ماتشين ولا 3 ماتشات تقريبا، اتصعدت ولعبت معاهم. لا انا قصدي اقول بقى يعني تبقى خلاص درجه اولى. والله مستنيين اللحظه دي.